الله تعالى يقول، تأمل، ولنبلونكم أنا وأنت سنبتلى. الجميع لا مفر من ذلك أبدا، نحن في دار اختبار وامتحان، لا بد من البلاء لكل واحد منا. ولنبلونكم بشيء من الخوف، مو بالخوف كله، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذن سوف تأتينا الأزمات، سوف تأتينا الأزمات، سوف تأتينا الأمراض والأوجاع، سوف تأتينا المصائب والابتلاءات. ما الحل؟ ما الحل؟ الحل هو تفويض الأمر إلى الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نتوكل على الله. طيب كيف؟ كيف نتوكل على الله؟ بأمرين اثنين، بأمرين اثنين. الأمر الأول مو بس مجرد كلمات، توكلنا على الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، هلا راح نعرف كيف نتوكل على الله. بأمرين اثنين. الأمر الأول أن لا نعلق القلب إلا بالله. احذر أن تعلق القلب بأحد غير الله، احذر أن تعلق القلب بمخلوق مثلك، احذر أن تعلق القلب بالرئيس، بالدولة، بالوزير، بالطبيب، بالتاجر. احذر، احذر أن يكون في قلبك أحد مع الله. مثال: أحدهم عنده مشكلة في الدائرة الفلانية، سيذهب إلى الناس، تعرفون أحدا في تلك الدائرة؟ فيقولون فلان، بده واسطة يعني مشان المشكلة، فيقولون فلان، فيبدأ يفكر به، ينام وهو يفكر به، يصبح وهو يفكر به، يذهب إليه، يهذب العبارات، ينمق الكلمات، يجلس بين يديه، يظهر له انكساره وضعفه وعجزه، وربما تذلل بين يديه، ربما تذلل بين يديه وهو مخلوق مثله. تقول له ادعو الله، التجأ إلى الله، يقول دعوت الله. فإذا أتيت إلى حاله وإذا بقلبه قد تعلق بذلك الرجل ما لم يتعلق بالله، وإذا بقلبه يفكر بذلك السبب ما لم يفكر بالله. لا تعلق القلب إلا بالله. نحن لا نقول بعدم الأخذ بالأسباب، لا، الأخذ بالأسباب واجب، لكن لا تتعلق بالسبب. التعلق بالسبب شرك. خذ بالسبب لكن علق القلب بالله، واعلم أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله، لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله. علق القلب بالله، وجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تعلقه بشخص، لا تعلقه بأحد أبدا، لأنهم كلهم خلق الله ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. حبة الدواء هذه لا تضر ولا تنفع، هذا سبب، نأخذ السبب لكن نتعلق بمن؟ الشافي، الله. نعد القوة للمعارك، للقتال، لكن الناصر هو الله. لا تغني كثرة ولا تغني عدة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. معاني عظيمة يا عباد الله. انظر إلى قلبك، انظر، سوف تأتي الأزمات، انظر إلى قلبك، بمن تعلق، بمن تفكر أولا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوصي به: ولا تكلني إلى نفسي ماذا؟ طرفة عين. الله أكبر، انظروا إلى الدقة، طرفة عين. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا جاءتنا الأزمات، وللأسف نحن الآن في عصر، في زمان تعلقت قلوبنا بالأسباب، للأسف هذا محزن، ونسينا الله. إذا أتتنا الأزمات والكروبات، أول ما نفكر ماذا؟ نذهب إلى قائمة الأسماء لدينا مباشرة وننسى الله،
ننسى الله سبحانه وتعالى. أقول له ادعو الله توجه، يقول دعوت والله ما شفت شيء. الله أكبر الله أكبر، أين اليقين؟ أين التوكل؟ هذا الدرس نتعلم منه من هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى.